نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية على مدار يومين في منطقة مساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. تهدف القافلة الطبية التي تشمل أكثر من 8 تخصصات إلى الكشف على المواطنين وصرف الأدوية، ذلك بمشاركة مجموعة من قادة ورواد الكشافة الذين تم تشكيلهم من المنطقة ليشاركوا في العمل المجتمعي وفي التنظيم. احنا الحمد لله في الفترة الأخيرة قدرنا ننظم وننسق قوافل مع التحالف، هما بيقدروا فعلا يوجهونا للمكان المستحق والمستفيدين نتيجة لإحصائيات ودراسات كتير بيصعب على المؤسسات الأهلية ان هما يعملوها، فهما بيبقوا الجايد والمرشد بالنسبة لينا. الهدف بتاعنا في مؤسسة مصر خير في القوافل الطبية ان احنا نوصل بالخدمات الطبية يعني الشاملة في كل القرى والنجوع اللي هي بتفتقر الخدمة الطبية. القوافل الطبية بنعملها بتبقى شاملة معظم التخصصات الطبية، فيها تخصص بطنة وجراحة وأنف وأذن وعظام وفي كمان بعض عيادات النساء والأطفال. معانا معمل عشان التحاليل الطبية للمستفيدين، ومعانا كمان الصيدلية عشان الأدوية الطارئة. احنا ابتدينا في مركز عثمان يعني نتبنى النشأ الجديد والجيل الجميل اللي ورانا ده عن طريق المجموعة الكشفية بتاعتنا، عن طريق الفكر الكشفي. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني الأولاد مستجابين جدا لينا، واحنا علمناهم من أهداف الكشافة هي خدمة المجتمع والوطن، والنهاردة احنا حققنا ده على أرض الواقع في القافلة الطبية في المركز، والأولاد جم يساعدونا بالفعل عشان يحققوا هدف من أهداف الكشافة وهي هي خدمة المجتمع. كشفت وناس مية مية وناس محترمة ودكاترة فوق الممتاز والحكمة والناس المحترمة اللي شغالين، ناس مية مية وأدب وأخلاق وكل حاجة. أنا أول ما جيت كتبوا اسمي وسخدوا بياناتي علشان نكشف، وقالوا لنا بعد 5 أيام تعالوا لنا، وكشفنا الحمد لله وخدنا العلاج اهوت، يا رب بالشفاء إن شاء الله. ألف شكر لكم وربنا يجازيكم كل خير وربنا يكفكم شر المرض، مادام بتراعوا الناس الغلابة اللي زي حنا كده والناس دي كلها.